صلاتي على محمد، ألف سلامي على محمد. الصلاة على محمد، ألف سلامي على محمد. بسم الله أول ما نبدأ، والرخاء عن كل شدة، أرحمني في يوم الغدا، أنت الشافي يا محمد. الصلاة على محمد. من أهم الأماكن التراثية في سيوة قلعة شالي، القلعة اللي بناها الأهالي في عهد المماليك لحمايتهم من هجمات الغزاة وقطاع الطرق. ولما استقرت مصر في عهد محمد علي باشا وتكونت الدولة المصرية بمفهومها الحديث وبقى لها تواجد في كل الأراضي المصرية، انتهت حاجة سكان سيوة لقلعة محصنة، وبدأوا ينزلوا من شالي بالتدريج ويبنوا بيوتهم في الوسع. وفي سنة 1926 نزلت أمطار غزيرة على القلعة، وكانت سبب في هجرة باقي السكان للقلعة، وبقت بيوت شالي خالية إلا بيت واحد بس، بيت ربنا. الله أكبر، الله أكبر. المسجد العتيق، أقدم مسجد في الواحة والصحراء الغربية كلها، واللي كان معروف لسنوات طويلة جداً بحضرات الذكر والتواشيح الصوفية. حي على البلد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. المسجد ده عمره كم سنة؟ 940 سنة. هو حضرتك مواليد سنة كام يا حاج عبد؟ 32. يعني عشت مراحل مختلفة من سيوة. عايزك تكلمني عن الطرق الصوفية اللي موجودة في سيوة. في سلوسية، وفي العروسية، وفي المدنية، وكلهم ليهم احتفالات؟ أي كلهم ليهم احتفالات. أنت كنت بتشارك في حضرات الذكر؟ أيوة. كنت بتشارك في حضرات إيه؟ كلهم أشاركهم. كلهم. كله اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا معاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إيه اللي تغير في المجتمع السيوي خلى الناس ما تحتفلش زي زمان؟ دي بقى لما بدوا الناس بيسافروا ويجوا راحوا البلاد التانية غير سيوة، شافوا الحاجات كتير عايزين يعملوهم. ده اللي خلي زي ايه يعني؟ يعني راحوا مكان يقولوا لا من الاحتفالات دي مش غير سنة، فده أثر خلى الناس لكن في ناس بتتعاكسهم، في ناس تتطوعوا. هل كان زمان في ذكر بالأمازيغية؟ لا، الذكر كله بعربي. كله بالعربي؟ كله عربي. القرآن عربي والرسول عربي والذكر كله عربي. وإيه أهم القصائد بيعتمدوا عليها في الذكر؟ كتيرة وشوية كتيرة. زي؟ يا آمنة بشراكي سبحان من عطاك بحملك محمد رب السماء هناكي رسول. حب النبي زاد قلبي غرام، مكة وزمزم وبيت الحرام. لو انت قاعد مع نفسك كده وهتذكر ربنا سبحانه وتعالى، ايه القصيدة اللي تيجي في دماغك وتدندنها مع نفسك؟ والله كتير. زي؟ وسمعني حاجة بصوتك الجميل اللي بيقول أذان. الله 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 ربي، الله الله واحد لا تاني، أليف بدينا على النبي صلينا، شفيع فينا لهادي العدناني، والبابيت الله قبر رسول الله، نبغي نوصل الله نشوفها بعياني. هذا قصيدة كده عليه الصلاة والسلام. هنقوله دي بدعة؟ لا طبعا. ده مديح في الحبيب. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. ربنا يدخلنا في شفاعته ويسقينا من حوضه. آمين يا رب العالمين. صلاة على الصلاة على محمد.
العروسية طريقة صوفية بتنتسب للشيخ أبي العباس أحمد بن عروس دفين تونس، أحياها وجددها الشيخ عبد السلام الأسمر من ليبيا، عشان كده بيسموها العروسية الأسمرية. الصوفيين وأتباع الطريقة بيعتبروا الشيخ الأسمر من أهم علماء ودعاة الإسلام في القرن العاشر الهجري. كان منهجه بيهتم بمختلف طبقات المجتمع، ما انحصرش في الطبقة المتعلمة بس، وده اللي جعل منه قائد روحي في شمال أفريقيا كلها. ويقال إنه تسمى بالأسمر لأنه كان بيحيي الليالي سمراً في طاعة الله، وكان بيضرب مع أصحابه بالدفوف أثناء الذكر، وده اللي لسه محتفظة به الطريقة العروسية في سيوة لحد النهاردة، واللي بتعمله كل يوم خميس جنب ضريح سيدي سليمان، وده أحد الصالحين اللي معروف بين الأهالي بسلطان سيوة. يا قمرة الليل خان الطريقة، قلبي مهيار ويبتريقة، وأنا نبذل في أهل الحقيقة، شيخ الطريقة غايب علي. كل طرق لها مبادئها وعادتها وتقاليدها، يعني من ساعة ما توجدنا واللي قبلينا وأبهاتنا وأجدادنا في نفس المكان. الضريح ده والمقام ده لسيد سليمان ده قديم خالص من مدة، يعني احنا تولدنا وقلقناه ان الجمعة من كل أسبوع بالتعامل حضر يوم الخميس المغرب بنيجوا هنا وفي عشاء بنتعشوا وبعدين نروح نصلوا العشاء، بعد ما نرجعوا من صلاة العشاء نعملوا حلقة ذكر. الأول كان بيحضر كم كبير، واخد بالك، إنما دلوقتي زي ما أنت شايف يعني حاجات بقى كل ملهية في شغلها، يعني واحد يشوف له طريقة لا والله ولا حد، نادر اللي متمسك بالطرق، بقى تندثر شوية شوية وإحنا اتبعناها. في ناس تبعتها، في ناس بتنكر عليها. عليها لا يشرب ولا يلين. الله 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 الله، حضرها واعتز بها را فيها سر العظيم. حضرة زينة نبتغيها را فيها سر العظيم. اللي بتطبق لهم اللي يتغيب عليها غره بليس اللعين. زي ما بيقولوا كده، كل شيخ له طريقة، يعني الطريقة الجعفرية أناشيد، وفي الطريقة المدنية مثلا حاضرة تحضر، وطريقة لسيد عبد السلام الأسمر طريقة بالدف بالبندير. السند والسند بالله ما هي من لها سند أساس، يعني زي ما تقول يعني كل بلد بعزاها أو بعادتها أو بتقالتها. يعني يعني مثلا عندك في ليبيا الطريقة بتاعتهم في مقرونة المزمار، وفي الطريقة الجعفرية أناشيد، فهم بالك، والطريقة دي الطريقة العروسية دي بالدف، ما فيش ولا مزمار ولا في حاجة ذكر. الدف بتاعنا فيه أوتار عشان تبقى صوت،
إنما التنين الدف بتاعهم ملوش أوتار، ده اللي بيفرق. الدف ده مش موجود له في سوى، مفيش في مكان تاني. طار جبه المصر، القلد جبه من فين؟ من الجزار، من هنا من سوى. نعمله يفرشه، بعد يتفرش نجيب موس ننظفه، بعد ما ننظفه نجيب حبل نربطه نقلبه كده هو نشد شده فوق كده حوالي كله نشد، بعد ما نشد تربط الحبل مربوط، بعد كده حيقعد 15 يوم، بعد 15 يوم حتشيل الحبل ونوتر نعمله سلك ده حيشتغل زنجو في الحارة، هو ده القصة بتاعه. ونحطه لبخور عشان الريحة بتاع عنده شوية ريحة، مجمارة نحطه من تحت يتبخر كده علشان يتشد يبقى مشدود عشان يشتغل. في منتصف القرن ال19 الميلادي كترت المشاكل بين الأهالي في سيوة، خلافات على المية، على الجيرة، حدود الأرض، خلافات اتطورت لقتال مستمر بين السويين. في الوقت ده ظهر صوت عائل، الشيخ محمد ظافر المدني، المؤسس الأول للطريقة المدنية الشاذلية في سيوة والصحراء الغربية، ودعا الأهالي للصلح وحدد جبل التكرور مكان لجلسات الصلح. كان حكيم في اختيار مكان هو خلا بعيد عن بيوت المدينة وأماكن الخلافات عشان يدي فرصة للقلوب تصفى، وكان بيبدأ جلسات الصلح بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انتهى القتال بالسلام، وتحول جبل التكرور لمكان بيصف فيه السويين خلافاتهم وقلوبهم كل سنة في شهر أكتوبر، وهم بيحتفلوا بالصلح وبيتغدوا مع بعض في وقت واحد. انتهت الخلافات، بس حلقات ذكر الطريقة المدنية الشاذلية أو زي ما بيسموا نفسهم الفجرة لسه مستمرة في العيد، وكل يوم خميس بعد صلاة العشاء. يا قبلتي في صلاتي الله الله، يا قبلتي في صلاتي الله الله، إذا وقفتم صلي الله الله، إذا وقفتم صلي يا قبلتي في صلاتي الله الله، يا قبلتي في صلاتي الله الله، إذا وقفت صلي
ملككم نصب عيني الله الله يا ملككم نصب عيني الله إليه وجهتك كلي الله الله إليه وجهتك كلي يا ملككم نصب عيني الله الله يا ملككم نصب عيني إليه وجهك كلي الله الله إليه وجهك كلي أنت كنت الجيل الأول اللي خد مؤهلات عليا ورجع أهل البلد لأهل البلد. حضرتك خريج سنة كام؟ 1960 معهد معلمين اسكندرية اسكندرية أيوة. ورجعت بقى اشتغلت في المدارس اللي موجودة في سيوة في المدارس ومن زمان في الطريقة أو مجموعة الفقراء هو كان ولي يرحمه الشيخ طريقة الشيخ طريقة وشيخ قبيلة وشيخ طريقة برضه اثنين يعني اثنين وانت ايضا شيخ قبيلة نهلت هذا المنهج بتكمل المسيرة المسيرة شيخ قبيلة ايه؟ قبيلة الزناين الزناين هي اكبر قبيلة في سيوة وعلاقتك بالصوفية من وانت صغير؟ من وانا صغير رضعتها مع حليب امي من يوم ما اتولدت فانا محب للصوفية ومحب للطريقة واخد بالك وانا بدعو ليل نهار للطريقة والناس لو في ناس طبعا كلهم في ناس معارضين بقولهم تعالوا نتحاور يتحاور يعني يقنع ده المعارضين دول اللي ظهروا في الاخر اخيرا في السنوات الاخيره أخيرا. طب خليني ابدا معاك الاول واسالك يعني ايه الفقراء اصلا الناس الفقراء الى الله سبحانه وتعالى الناس وبعدين الطريقه عندنا احنا الطريقه مثل بنقولوه الفقير كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف شاء وهي الطريقه اسمها ايه الطريقه المدنيه الشاذوليه نسبه الى الشيخ لان الشيخ اصلا كان من المدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام لكن الغريب بالنسبه لي ان الطريقه ملهاش هنا مقامات ايوه ومع ذلك ليها تواجد كبير بين الناس تمام وتواجد تاريخي صحيح. كمان احنا الطريقه عندنا اصلا لا تعتمد على المقامات خمساتك احنا بنعتمد على العقيده ان الله واحد لا اله الا الله محمد رسول الله فالعباده الى الله سبحانه وتعالى الشيخ ما هو الا طريق الى الله طب قول لي الطريقه دي دخلت سيوه سنه كام الطريقه دي دخلت سيوه سنه 1285 هجريه انا اسلوب الحي نار يا ليلا فبشر هي الله هي ليلا فبشر هي اهلي هي انا استوب الحي نار هي ليلا فبشر هي اهلي الله ليلا فبشر هي اهلي انت بنسميها شيخ طريقه ولا خادم ولا انا خادم طريقه خادم طريقه خادم طريقه في عندكم بتسموه المقادم مقاديم القدوه اللي هو ده الرئيس المقاديم هم اعوانه هم الاعضاء اللي هم اعضاء مجلس الشورى وهم لهم الراي في اختيار كل الخادم حاجة. ايضا كل في اي امر لازم القدوه يجمعهم ويعرض لهم الامر ويستشيروا لغايه ما يوصلوا كلهم على راي واحد يوافق عليه وينفذ قول لي في طرق هنا يمكن في حوالي ثلاث طرق تاني اخرى غير الطريقه بتاعتكم صح موجوده في سيوه موجوده في منها مثلا الطريقه العروسيه ايوه بتستخدم الدف او البندير أيوة. زي ما بيسمى صح. وهو خاص بسيوه فقط البندير ايوه ليه انتوا ما بتستخدموش الات؟ ليه ما بتستخدموش دف؟ ليه ما بتستخدموش حاجه تاني؟ لا الطريقه المدنيه ما فيهاش استعمال موسيقى اطلاقا لا موسيقى تمام نابعه من داخل الجسم إنسان ليه؟ لأن الحضرة دي بتبقى كعلاج شخصي نفسي للإنسان لما الإنسان يبقى الحياة صعبة وفيها مشاكل كثيرة أحيانا لما بيقول الله حي الله حي الإنسان ينفس عنه هذه الكرة الاهتزاز ده حتى قراءة القرآن أي واحد يقرأ القرآن لازم يهتز طبعا فدي بتدي راحة للنفس
لكن هناك تنغيم حتى في ال... أيوة. أنا بقولها برتم بقولها بقاع ما بقولهاش دي موسيقى معين. برضو أي موسيقى بس موسيقى عادية من روحانية يا حي 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 انت شاويش الطريقه. ايوه. يعني ايه بقى شاويش الطريقه؟ شاويش الطريقه مع القدوه. شيخ القدوه هو ما ايه يتجدر الاوامر، نحن معاه بقى. انت تنفذ، انت بتنظم. اول يؤمر نحن ننفذه. بس انت دورك كبير في الحضره، يعني انت والله اللي... كل واحد على قده. على يعني انت ايه بتجمع الناس. كل واحد عنده مهمه. وبتتصل بالناس. بيأمرنا القدوه بيأمرنا، نحن علينا ايه؟ ننفذ. فات باب الرجاء والناس قد لقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. طب قول لي الترتيب، انتوا ليه بدأتوا قاعدين وبعد كده وقفتوا وبعد كده قعدتوا؟ قعدنا. ايه الحكاية بعد دي؟ بعد تنتهي الحضرة اقعدوا. يعني قول لي، يعني احنا دلوقتي هنبدأ حضرة. أول حضرة جلالة، يا لا إله إلا الله الله جلالة جلالة. بعدين نقف هو القدوة يؤمر تقول. القدوة من عنده اللي هو الشيخ عبد الرحمن. أيوة هو اللي يؤمر. هو يؤمر. نقف. بعدين نستفع الحاضر. يخش واحد في الوسط يمسك الحاضر. ده دوره إيه اللي بيمسك بيشاور ده؟ خلاص يبقى الحاضرة بتاعته اللي في الوسط ده، يبقى الحاضرة بتاعته هو اللي يغير. هو اللي يبدأ. هو اللي يغير. ايه ما قلنا قصيدة في الأول. هو اللي يبدأ. هو اللي يغير. هيغير اللهجة. مش غير اللهجة. هو اللي غيرها. يبقى الحضرة بتاعت مين؟ اللي في النص ده. النص في الوسط. ليه اسم ده حق بكرين؟ هو المريد برضه. مريد برضه. مريد معانا. مريد معانا. وازاي هو مين بيقدمه؟ القدوة برضه هو اللي يقدمه؟ القدوة هو اللي. هو اللي اختاره. ايوه. يقول لك تعالى. تعال انت. انت اللي تفتح. انت اللي النهارده. ايوه. وليكوا علم؟ عندكوا اعلام ولا ما؟ عندنا علم. اخضر علم. برضو اخضر. عندنا علم دايما. العلم اللون الاخضر في الصوفيه. في البيت بتاع الطريق. بتاع الطريق. في الخلوه. في الخلوه. في الخلوه. لا اله الا الله. لا كما حول
ذاك يوم اللي مزاد ما راضعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله حب لقى الأحباب في كل ساعة لأن لقى الأحباب فيه المنافعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله